سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم جميعا وأهلا بكم. نحييكم في هذه السهرة الكويتية التي يحييها تلفزيون الكويت، وهو يجسد وزارة الإعلام في تكريمه وترحيبه وفرحته بعودة فنان كبير من فنانينا في الكويت، نشيطا معافا إلى مجاله الفني من جديد بعد غيبة طويلة. هذه الحفلة الفنية المنوعة الكويتية التي نحييها الليلة، نحييها تكريما لفناننا الكبير الأستاذ عوض دوخي بعد أن من الله عليه بالشفاء وعاد معافا ليقدم مع أخوانه الفنانين في الكويت إلى الفن الكويتي والأغنية الكويتية كل جديد وكل تطوير وكل تجديد. والواقع الاحتفال هذا في فنان الكبير الأخ عوض دوخي إنما هو أيضا تكريم واحتفال للفن في الكويت ولفنانين في الكويت اللي دأبوا منذ زمن بعيد في أن يقدموا دائما لهذا الشعب الكريم الأعمال الفنية المستقاة والنابعة من بيئتنا ومن ماضينا التليد. نرحب في الأخ الأستاذ عوض دوخي، ونرحب أيضا في فرقة الفنطاس الشعبية اللي شاركنا في هذه الليلة الكويتية، ونرحب أيضا بفرقة الفنانة عودة المهنة اللي أيضا تشاركنا، كما نرحب بفنانة الكبير الأستاذ محمود الكويتي اللي أيضا يشاركنا في إحياء هذه الحفلة الكويتية فرحة وابتهاجا بعودة فناننا الكبير عوض دوخي إلى مجال الفن بعد الشفاء بحمد الله. طبعا احنا الليلة في هذه الحفلة الكويتية بنقدم العديد من الفقرات من فن الشعبي. الأخ عوض راح يغني، كذلك الأستاذ محمود الكويتي، كذلك فرقة الفنطاس وفرقة الفنانة عودة المهنة. بتتخلل هذه السهرة الكويتية لقاءات، بيكون أول لقاء ويا الأخ عوض دوخي نقدمه للمشاهدين اللي أكيد طال اشتياقهم لمشاهدته وعودته على الشاشة وعودته لتقديم المزيد من الألحان بصوته الجميل. الكثير منكم دائما يلتحم مع الفنان بصوت الفنان بلحن الفنان وبإحساسه. ما حد ينكر الحقيقة دور الأغنية، دور اللحن، دور صوت الفنان وامتزاجه بمشاعر الإنسان في تجربته في الحياة، في إحساسه تجاه الآخرين، في إحساسه تجاه الخير، تجاه الحب، تجاه الجمال. الحمد لله على السلامة يا أخ عوض، وإحنا سعداء بعودتك سالما وسعداء بعودتك معافا إلى مجالك الفني حتى تعود وتشترك مع زملائك الفنانين في الكويت في تقديم المزيد من الأعمال وفي تطوير ودفع الحركة الفنية في الكويت. تيالي أول سؤال يعني بيطرح على البال هو أن نطمن السادة المشاهدين عن صحتك، وانت عدت معافى والله الحمد الآن. يمكن الناس يحكون وايد ويسمعون يمكن كلام مغلوط والإشاعات كثيرة جدا، صحيح. فأبيك تحكي وتطمنهم وتقول أنك بخير وبصحة وبعافية. أنا لله الحمد بخير وياك الحمد لله مشاهدين. نعم. طبعا من المنطلق هذا بنسألك إيش آخر أخبارك الفنية بعد ما عدت من رحلة العلاج؟ وأثناء رحلة العلاج مثل ما عرفنا كان لك أنت أيضا نشاط في أنك تلحن وفي أنك أيضا تخلق أعمال فنية جديدة. ممكن تقول لنا إيش آخر أخبارك الفنية، آخر الإنتاج، آخر الألحان؟ أنا سجلت طال عمرك 6 أغنيات للإذاعة وصورتهم للتلفزيون. أي. يعني ألحان جديد. والألحان هذه عملتها أنت في الفترة الماضية هذه؟ هي نعم. طبعا هذا مما يؤكد على أساس أنه الفنان رغم المرض والعياء إلا أن موهبته وطبيعته الفنية تفرض دائما، صحيح. نفسها شيء في الدم طبعا وشيء في الدم، وهي متنفس
وتعبير الحقيقة للإحساس وللشعور. حسيت أن في نوع من التغيير حدث في ألحانك الجديدة عن الفترة السابقة؟ طبيعي. أي ممكن تصور لنا بكلمات يعني شنو نوعية الشعور، نوعية الألحان الجديدة، الأعمال؟ العمل طبعا يعني إحنا أقدر أقول لك مثل يعني لحن، أفرض مثلا أنا عملت مثلا لحن بياتي، اسمه بياتي، فرحت أنا عملت مثلا لحن نهوند. نعم. يعني أنواع طبعا الألحان يعني. نعم. ففي صعود إن شاء الله يعني في نرجو لك كل التقدم وكل الخير. الحقيقة من آخر أخبار الفنان عوض دوخي ويانا أيضا يسعدنا أن نلتقي في شقيقة الأخ يوسف الدوخي، والحقيقة الأخ يوسف الأخ عوض هم بدأوا المسيرة من البداية وشاركوا في تطوير الأغنية الكويتية والموسيقى والغناء في الكويت. قلت أنا ليش ما نعود من الآن اليوم في سنة 75 إلى الماضي إلى سنة 58-59، كان أواخر 58 بداية 59. كان الحقيقة لشرف لقائكم في أواخر 59 أو 58 بالأحرى في الإذاعة الكويتية، كنت مذيع وبادي لشهرين 3 شهور، وبعدين جيتوا الإذاعة أنت والأخ عوض، وكان عندكم على شريط صوت يا من هواه، وكان هو أول عمل فني تعملونه مع بعض وجايين تقدمونه للإذاعة الكويتية. كانت الحقيقة كما أعتقد فترة انتقال رئيسية، من أن أنت والأخ عوض كانت لكم اجتهاداتكم ونشاطاتكم الفنية الفردية، لكن جت النقلة فجي صوت يا من هوا عن طريق الإذاعة الكويتية، وانتقل عوض دوخي ويوسف الدوخي من النشاط الفردي إلى مجال الجماهير الفسيح الواسع. إذا حقيقة نسيت شيء فلن أنسى الموقف ولن أنسى قدومكم وأنتوا ماسكين الشريط كالظنى أو الابن القريب إلى القلب، فرحانين فيه فرحة عارمة جداً. ممكن تحدثنا عن ذيك اللحظات، ذيك الفترة، فترة الولادة إلى المجال الواسع؟ هي فترة الولادة دائما تكون بتخوف برهبة. دخلنا الإذاعة وإحنا مش متأكدين يعني النجاح والفشل، وضعينا بكفة ميزان يعني ممكن يرجع هذا على هذا ونكون يعني يا أما نكون أو لا نكون. صحيح. كان إقدامنا في الإذاعة فعلا كانت كمغامرة. صعبة. كانت مغامرة صعبة فعلا. وعلى هذا ابتدينا في أغنية يا من هوا، ولله الحمد كان التوفيق حليفنا، وكذلك كان في بعض الأخوان الفنانين كانوا يشجعوننا ويدفعوننا إلى الأمام. لا ننسى أن وزارة الإرشاد في ذاك الوقت، الإعلام حاليا، كانت لها دور كبير في دفع الفنان. الفنان الكويتي كانت له دفعة قوية جدا، المسؤولين الرؤساء الأقسام يعني يفرحون لما يلاقون فنان كويتي داخل الإذاعة لأول مرة، يحتضنونه مثل ما هو محتضن فنه. أنا الحقيقة أيضا أسترجع ذكريات وأتذكر أن حينما أذيعت يا من هوا كانت ردة الفعل بالنسبة للناس المواطنين رائعة وجميلة، وكررناها وأذعناها أكثر من مرة، وارتبطت في ذهن المستمع الكويتي أن فعلا الأغنية الكويتية انتقلت من طور إلى طور، من شكلها التقليدي العفوي إلى الشكل اللي فيه نوع من الصقل، نوع من الإبداع، نوع من الخلق. أنت بالذات يعني ردت فعل الناس تجاه هذا اللحن، تجاه هذا العمل، تأثير هذا العمل عليكم لما أذيع سمعون الناس، لا شك أنكم ابتديتوا ترتبطون في الناس، بتقدمون أعمال أخرى لازم تكون أفضل أقوى، المسؤولية تعاظمت. إيش كان شعورك بعد نجاح العمل؟ هو بعد نجاح العمل تجي الفترة الثانية، أو نقدر نقول الأغنية الثانية أو المستقبل نفسه، برضو كان في الخوف. يعني الخوف ظلينا مدة كبيرة أي عمل انقدمه ففي تردد، نوع من التردد. طبعا النجاح مو سهل، لازم الإنسان لما ينجح لازم يظل على مستوى النجاح، فكان الخوف فكان الخوف دائما معنا، لكن لله الحمد. جميل. أخ عوض أرجع وأسألك، من يوم طبعا ما بدأ يا من هواه وانطلقت أكملت المسيرة خلال الستينات، خلال السبعينات، يعني 20 سنة الماضية،
سولف لنا عن هالمرحلة هذه، يعني بعد يا من هوا، الألحان اللي قدمتها، الكلمات اللي قدمتها، انطلاقك في هذا المجال. أبو خالد، أفسك تسألني أنت عن يعني في من تأثر فيه مثلا في الغناء؟ لا أنا أسألك عن أعمالك الفنية اللي قدمتها بعد يا من هوا. نعم. شو تتذكر منها؟ شو مجال التطور؟ شفت قرضي؟ كان في صوت قل المليحة. قل المليحة. صوت طال الصدود. طال الصدود. وعلى دمعي. بعض الأغاني مثل الفجر نور. مثل الصوت الوطنية. مثل صوت السهارة. أغاني كثيرة في الواقع. الأغاني هذه كل أغنية مثل ما قلنا تكون صعبة بالنسبة لنا. ومع التطور ومع الوقت أخذنا على الإذاعة، وبعدين المستمع نفسه أخذ على الألحان، أخذ على التطور نفسه، فكنا ماشيين بتدرج. لا شك الأغاني اللي ذكرتها أيضا، يمكن أيضا معظم الأخوان الأخوات الأخوان يتذكرون أنها راسخة في الأذهان. الفجر ينور، قل المليحة، صوت السهارة، فعلا من الأغنيات اللي كانت معالم في تاريخ الأغنية الكويتية وتطور الأغنية الكويتية. مدري تقدر تقيم أخ يوسف، أو قبل لا أسألك السؤال هذا، كنتوا تشتغلون مع بعض في قضية الخلق، يعني أنت تقعد تختارون الكلمات مع بعض أو تلحنون مع بعض أو تسمع، كيف تتم العملية؟ ممكن تعطينا فكرة؟ لا، هي العملية في الواقع أنا في البداية ابتديت مع الأخ عوض، أنا كمؤلف أغنية وهو كملحن. نعم. فمثلا ابتدي في اغنيه مثلا الفجر ينور، يعني انا اذكرها هذه الاغنيه اخذت منه الظهر، ابتدينا في التاليف وكانت للمناسبه وطنيه، احنا بلغنا من قبل قسم الموسيقى الظهر، والعصر كان اللحن جاهز، ودخلنا الاستوديو الساعه تقريبا 7 بالليل، والساعه 12 بالليل كان الشريط جاهز، يعني في خلال تقريبا 7-8 ساعات 10 ساعات تقريبا. كان هذا يرجع على الانفعال النفسي. صحيح. الانفعال صحيح. على حسب الموضوع المطروح. يعني لما اقول لك الحكي هذا طبعا يحضرني في الذهن ان مثلا الاخوين رحضان يشتغلون مع بعض يا فيروز، فلهم رتابه وخط معين. هل اللي يشتغلون مع بعض وكانوا اثنين او اكثر من اثنين بيكون عطائهم وانتاجهم يختلف عن الفردي، بانه بيكون في نوع من التفاهم التمازج التقارب؟ التقارب بين الفنان اذا كانوا ثلاثه مثلا مؤلف وملحن ومغني طبعا يكون اجسم واقوى غير الفردي، ما بالك اذا كان شقيقين وعندهم الاحساس الملتحم. احب اسالك سؤال، انت والاخ عوض كان لكم دوركم لا شك في تطوير الاغنيه الكويتيه والفن الكويتي خلال 20-25 سنه الماضيه. تقدر تقيم لي مدى مشاركتكم وعطائكم في هذا المجال، الزاوية اللي تحركتوا من خلالها، الأثر اللي تعتقد أنكم تركتوه اللي عطيتوه؟ هو في الواقع الأثر ما أنا ما أقدر أقيمه صراحة. التقييم هذا يرجع للمشاهد، يرجع للمستمع، يرجع للناس المتفهمين متذوقين لهذا الفن، خصوصا الفن الكويتي بالذات. إحنا شاركنا في الأغنية الكويتية، ما نقدر، ما الواحد ما يقدر يقول على نفسه كذا، إنما أعطينا. أعطينا، أثرينا في المكتبة الموسيقية، منها الصوت الكويتي، منها السامري، منها فنون البحر، منها فنون البداوة، أخيرا الطنبورة كانت. كل هذا أنا بعتبر أو بعتقد أن إحنا قدمنا جزء بسيط، مو كل شيء يعني. أنتوا لازلتوا تسيرون في الدرب، أعتقد أن الجزء اللي قدمتوه لا يستهان به، يعني احنا فخورين فيكم في كل ما قدمتم. قبل أن أنتقل أسأل أخ عوض سؤال آخر، إيش تطلعك، تشوقك، أملك في أن تكون عليه الأغنية الكويتية أو الفن الكويتي كإنسان شاركت الحقيقة في هذا الدرب، إنسان قاعد تدرس دراسة علمية ودراسة عالية، وهذا مصدر فخر واعتزاز أنك تكون أول كويتي تصل الآن إلى درجة الدكتوراه في التخصص العلمي في هذا المجال. أحب فعلا نعرف إيش تصورك، تطلعك، تشوقك لما يجب أن نكون عليه؟ في الواقع الأغنية الكويتية في بدايتها كانت قوية، قوية من في جميع خطواتها، يعني أي مجال فني سواء في أغنية البحر، في أغنية البادية، في أغنية السامر، في أغنية الصوت، طبيعي الأغنية الكويتية ثرية، كانت في بدايتها كانت قوية فعلا.
يمكن إلى 4 سنوات 5 سنوات ابتدت الأغنية الكويتية تندحر، ترجع إلى وراء، تتراجع. في ناس أشاروا إلى الكلمة أنها ضعيفة، لا، هو الواقع الكلمة مي ضعيفة، جايز يكون ضعف الكلمة، إنما اللحن كان هو السبب، المغني نفسه كان السبب. نرجع، احنا لازم نرجع نفحص المغني، نفحص الملحن، وبعدين ننظر للكلمة. في هناك أشياء عديدة احنا لو نظرناها، الأغنية الكويتية مثلا، أنا فرقة الفنطاس ما أقدر أتكلم عليها، ما أقدر أقول على شيء على فرقة الفنطاس، لأنها مختصة في نوع معين، هذا تراث حملتها، نقدر نقول 100 سنة، 150 200 سنة هم يتحملون خطأهم. فرقة عودة المهنة مثلا، إذا أخطأت تتحمل خطأها. فرقة البحر، أي فرقة بحر تخطأ خطأها هي تتحمله، إنما الآن الخطأ واقع علينا إحنا يا فنانين يا موسيقيين. إذا أنت تقول لي مثلا من ناحية الكلمة، الكلمة ترجع لأصحاب الاختصاص، منهم أصحاب الاختصاص، لازم يكون لجان، ما في لجنة للكلمة. لو رجعنا كذلك إلى اللحن، ما في لجان، إحنا كنا زمان كانت في لجنة مكونة من 7 أشخاص على اللحن نقعد، الآن ما في لجنة. لو جينا للمغني نفسه، طيب الآن إحنا نبي المغني اللي يقول الصوت، ما عندنا إلا 2 أو 3، سعود الراشد، عوضوخي، محمود، والباقي لا يعرفون الصوت، الصوت هو أغنيتنا. تقول السامر مثلا، السامر غير السامر الفنطاس أو الفرق الأخرى المحترمة اللي هم يقدمون فنهم بكل غزارة وبكل نشاط بترديد اجتماعات. إحنا لما ننظر الآن معنا فرقة مكونة من 50 نفر، هذا يدل على الحب، يدل على التعاطف، يدل على الأخوة، لكن إحنا بانفراد، كل واحد منفرد، هذا ما يجوز. مثل ما قلت لك، إحنا رجعنا في الأغنية 4 5 سنوات، هذا يرجع لنا إحنا. إحنا ما أقدر، أنا في أشياء بس ما أحب أقولها يعني. يمكن أنا نوهت قلت إن لجان ما فيه، لكن في أعظم، أعظم من هذا بكثير. إحنا نبي الأغنية الكويتية ترجع، ترجع في أشياء في وقتها تنقال علشان نرجع لها ونكون قويين. يعني أنا أفهم من كلامك هذا أنه لابد من وضع أسس. أسس، نعم. وأن الأغنية الكويتية تتحرك بمنطق علمي مدروس، وبأن لا يترك الحبل على يعني على الغارب، على الغارب. وأن يكون في تحديد واختيار، وأن يكون في بعض الأحيان شدة، ويكون في ضغط في أنه خصوصا المجال الفني، قضية الاختيار والصلابة فيه، صح، من الأهمية بمكان، لأنها مسؤولية تاريخية. تاريخية، نعم. تاريخية، نعم. نعود للأخ عوض وأسألك عن تأثرك كفنان بالبيئة اللي عشت فيها. لا شك تأثرك ملحوظ وبالغ في فنوننا في الكويت، فنون البحر أو فنون البر، ها؟ وفي فنانين كانوا في الكويت وكانوا في الخليج. خلينا نحكي عن الناحية هذه، مدى تأثرك في الأشياء هذه، في أنك وصلت إلى أن تكون فنان وتعطي. تعتري طبعا في المغنيين مثلا، مثلا في طبعا ست ام كلثوم. الان خلنا نحكي الان عن جانب الكويت، خل بنتقل ام كلثوم بعد شوي. انا بتمهد. طيب طيب، تفضل. مثل اغاني عبد الوهاب طبعا، استاذ عبد الوهاب القديمه، طبعا ام كلثوم القديمه، طبعا تاثرت في الاستاذ كارم محمود، وتاثرت في مقرئ اللي هو الشيخ رفعت، محمد رفعت، كذلك في مقرئ اسمه الحاج محمود عبد الوهاب عراقي، وطبعا من الخليج في الاستاذ محمد فارس المرحوم، وابونا الكبير محمود الكويتي، نعم، الاستاذ عبد الفضال الله يرحمه. زين، مدى تأثرك بفنون البحر، فنون البر؟ يعني سمعناك تغني شغلات كثيره والحانك تأثرت الى البحر. اي ابو خالد، انا سافرت يمكن السفر، بس لا تقول عني كبير. لا لا لا، الله يطول عمرك. يعني سافرت 7 سنوات 8 سنوات، هي بسفر وغوص. طبعا بالصيف الغوص، والشتاء السفر. فهي انا عصرت البحر حوالي 8 9 سنوات، واخذت يعني رابعت من النهام الكبار طبعا، وانا صغير عندي شوي استوحي الحنقام والذوق. الملحوظة أيضا تأثرك فعلا في الفن الشرقي، يعني بعض مشاهديك ومستمعيك يسمعونك تغني أغاني أم كلثوم. طبعا هذا يمكن يكون إعجاب بصوت أم كلثوم الله يرحمها وبفنها،
وإعجاب الفن أو اللحن الشرق الأصيل اللي هو مثلا ليكون لحن للسنباطي أو للشيخ زكريا. أي نعم صح هذا الواقع. هذا الواقع. يتهمونك بعض الأحيان بعض المشاهدين والمستمعين أنك تشط عن الأغنية الكويتية، يسمعونك تغني أغنية كويتية صرفة نقية وفجأة يسمعونك تغني لحن مو كويتي، يتهمونك أنك بعض الأحيان تشط عن هذا الشيء، ما إيش ردك على ذلك؟ أرد أنا طلاق. أي أنا بقول الصوت لمثلا للأستاذ محمود الكويتي صوت كويتي، بقول صوت للمرحوم الأستاذ محمد فارس هو صوت معروف لي. لما يغني أنا صوت السهارة شنو نقول عليه دي أغنية كويتية؟ كويتية كويتية لا شك. يعني اللي اللي بيعارض مثلا شو بيقول يعني مثلا بيقول لحن مصري؟ لا طبعا طبعا لا. نعم. على أي حال نرجع مرة ثانية وأيضا نسأل الأخ يوسف في نهاية هذا اللقاء قبل أيضا لا تنهي أنت. طبعا المعروف الأخ يوسف أن من خيرة فنانين المكافحين حقيقة في سبيل الوصول إلى مستوى أفضل وفي سبيل تطوير الفن الكويتي على أسس علمية وعلى أسس مدروسة. طبعا كلنا يمكن نعرف قصة كفاحة في أنه راح وكافح ودرس في مصر وخلص بكالوريوس في الموسيقى وأيضا درس وكافح وخلص درجة الماجستير في هذا المجال وهو الآن بادي الدرب في الدكتوراه. سنفخر فيه في أن يكون فعلا أول كويتي في هذا المجال. أبي أيضا تقول للمشاهدين، أنا يمكن استعجلت وعطيت الناس أخبارك بينما أتمنى أنت تقول للمشاهدين فعلا آخر أخبارك الدراسية والفنية. هو في الدراسية طبعا أنا خلصت الدراسة العليا في الماجستير في شهر في 15/1/75 يعني الآن تقريبا 4 أشهر 5 أشهر وابتديت ماشي في طريق الدكتوراه. أنا بشتغل فيها وإن شاء الله ابتداء من شهر 10 كذلك يعني تبتدي الدراسة عندنا، إنما الآن نوعية من التحضير. زين الماجستير إيش كانت دراسة الماجستير عنه؟ هي طبيعي في الأغنية الكويتية. أي مجال من الأغنية الكويتية؟ الأغنية الكويتية أنا طرقت فيها مجالات عديدة. الأغنية الكويتية معروفة عندنا أنواع عديدة يعني حتى لو إحنا سألنا أصحاب السامر نلاقي اللي عندهم أنواع من السامر، أسماء سامر كذا وسامر كذا والشيلات طبعا تختلف والطرق عندهم تختلف. فأنا تناولتها مثلا الصوت الكويتي، ما هو الصوت الكويتي؟ هل هو الصوت الكويتي هو بدعة أو هو أثر تاريخي؟ لا هو أثر تاريخي، نرجع لأبو الفرج الأصفهاني للكندي للفارابي نربط الصوت الكويتي مع الصوت القديم نلاقيه هو واحد. السامر مثلا يمكن إخواننا السامر على أساس شيلة والله تنقال سامر وخلاص، لا السامر هذا كان عند عرب الجاهلية فعلا مستمد. سامركم يا إخواننا من الجاهلية انتقل صدر الإسلام حتى الدولة الأموية حتى الدولة العباسية اسمه سامر، سموه سامري الجيش، أطلقوا عليه عدة أسماء، إنما في الآخر وصل إلى كلمة سامر وهذا إحنا ما نسمعه. الضروب الإيقاعية الموجودة في السامر القديم موجودة في السامر الحديث الموجود عندنا واللي إحنا معاصرينه. جايز بعض الضربات الموسيقية تختلف أو بعض الألحان إحنا نبدأ ألحان من عندنا، إنما طريق اللحن هو طريق اللحن القديم ماشيين عليه احنا ما اختلفنا. قلنا الصوت ربطناه بالصوت القديم ايام الدولة العباسية ورجعنا على السامر وقلنا كذا. كذلك احنا نقول حدوة وعرضة، الحدوة جاية من الحداء اصلا حداء من ايام الجاهلية، عرضة كذلك اشاروا لها قالوا العرض شبهوا العرب الاوائل ما هو القيم اللي هو في عرض السماء. والعرض طبعا كلام كثير انما انا بختصر بقول ان الحدوة والعرضة كذلك جاية من الجاهلية كذلك ربطناها. نرجع الى مثلا فنون البحر. فنون البحر لما نقول احنا خطفة، الخطفة عرفوها العرب. لما نقول حدادي عند اولاد البحر، حدادي عرفوا العرب. لما نقول نهمة كذلك النهمة معروفة عندهم بطريق اخر، احنا هي الطريق أو الكلمة أو مفهوم الكلمة هو واحد، هم يقصدون فيها شيء وإحنا نقصد فيها شيء ثاني، إنما العمل واحد. هم كانوا النهم عندهم عبارة عن صوت، صوت يقوله واحد
يعني واحد ينادي واحد ينهم كلمة فلان معناها يلهم لا ويقولها بطريقة غنى يعني مش بطريقة يصوت لا بطريقة غنى. إذن عندنا النهمة في البحر هي نفس النهمة. أي نعم. كذلك نرجع إلى الإيقاعات، احنا تكلمنا عن السامر، تكلمنا عن الصوت، تكلمنا عن البحر، في أشياء عديدة كثيرة. أختصر أقول إن في الآخر الطنبورة مثلا، الطنبورة موجودة في الكويت تقريبا 300 سنة. في ناس بعض الأخوان قالوا إن الطنبورة هذه مكويتية أفريقية، أي صحيح إن مكويتية أفريقية جاية من النوبة العليا أو من النوبة السفلى، دخلت مصر من مصر إلى البحر الأحمر، تحولت إلى سمسمية، انتقلت إلى اليمن، من اليمن دخلت الخليج، هناك ظلت عندهم طنبورة سمسمية، إحنا إلى حد اليمن وصلت سمسمية دخلت لنا إحنا طنبورة. يقول بعض المؤرخين الكويتيين أن الطنبورة دخلت مع أول أفواج المهاجرين اللي دخلوا الكويت، لو إحنا مسكنا التاريخ نقول 350 سنة، إذن الطنبورة 350 سنة. في ناس يقولون أن الطنبورة هذه مكويتية، طيب إحنا نقول نرد عليهم نقول مثلا شخص غير كويتي قعد في الكويت 50 سنة نعطيه جنسية أو لا؟ نعطيه الجنسية. إذا كانت الطنبورة 100 سنة نعطيها الجنسية أو لا؟ إذا كويتية تأقلمت بالبيئة. لا شك. إذا كانت 300 سنة مثل ما يقول أحد المؤرخين الكويتيين، إذا يبقى ولادة الكويت أثرت في البيئة وتأثرت في البيئة. لما نرجع مثلا للطنبورة في العراق نلاقيها على الإيقاع الجورجينا، لما نروح للطنبورة في مصر نلاقيها على إيقاع واحدة ونص، لما نيها في الكويت نلاقيها شيء ثاني، إذا تأقلمت في البيئة. إذا الطنبورة هذه فنوننا. وفي طبعا أشياء يعني كفاية اللي إحنا قلنا. لا شك بحوث الحقيقة ثرية وجيدة جدا، ونرجو لك التوفيق إن شاء الله في بحوثك الأخرى. شكرا. في الدكتوراه بأن تثري المكتبة الكويتية والمجال الفني بأشياء جديدة. شكرا. في أخبار فنية ألحان جديدة شغلات؟ والله يا أخ رضا أنا صار لي 7 سنين متوقف عن الإذاعة والتلفزيون. أيه. لا أشتغل. بس معناها يعني متوقف معناها ما تنتج؟ أنت رابط إنتاجك بتوقفك على الإذاعة والتلفزيون؟ لا هي الظروف اللي تحكمني أنا. أيه ظروف الدراسة يعني؟ لا من ظروف الدراسة، ظروف العمل نفسه يعني. لأن لك وجهات نظر. إيه لي وجهة نظر. لي وجهة نظر. نأمل الحقيقة أن تزول هذه الظروف أو بعض هذه الظروف حتى نسمع ألحانك الشيقة الجميلة في المستقبل القريب. أخ عوض في نهاية هذا اللقاء إذا تحب تقول أي شيء للسادة المشاهدين حتى نبتدي فعلا بعد شوي سهرتنا الكويتية، تكريما لك واحتفاء بك وفرحة بشفائك، تفضل. في الواقع أنا عاجز عن الشكر، مهما شكرت لا أوفي بدي. لا فضل. وكل ما أتوجه به هو الشكر لصاحب السمو ولي العهد الشيخ يابر أحمد صباح اللي شملني بالرعاية والعطف أثناء مرضي، كما أتوجه بالشكر والعرفان للشيخ يابر العلي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام اللي قام بتكريمي والسؤال عني في كل لحظة، كما أتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعضاء مجلس الأمة الكويتي وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة الموقر، أفراد الأسرة الحاكمة كلهم يعني كبير وصغير ما قصروا عني، لهم مني كل تقدير واحترام، كذلك مكتب الصحة في بلندن وجميع العاملين والمسؤولين وزارة الصحة وعلى رأسهم الوزير السابق والوزير الحالي، وشكري الجزيل للإذاعة والتلفزيون وجميع العاملين والمسؤولين وعلى رأسهم وزير الإعلام، وبالأخير أتوجه بالشكر لكل من اتصل برقيا أو هاتفيا، وكذلك الصحافة الكويتية وجمعية الفنانين والمسارح الفنية والفرق الشعبية وكافة أفراد الشعب الكويتي الكريم وعلى رأسهم حضرة سيدي صاحب السمو أمير البلاد المعظم، وشكرا. على أي حال الفنان هو ملك الجميع، وهذه المشاعر اللي تلقيتها ما هي إلا مصداق للعرفان والحب لك ولكل فنان كويتي أصيل.
مرة أخرى نرجو لك ازدهار الصحة والعافية والمزيد من العطاء للمستقبل. حان الأوان أعتقد الآن حتى نبتدي سهرتنا الفنية الكويتية الليلة، وأعتقد أمنا عودة المهنة فنانتنا العزيزة هي اللي بتفتتح السهرة الكويتية. فأيضا حبيت أسولف وياها شوي وأتوجه لها بسؤال أو سؤالين بالمناسبة. احنا سعداء ان تشاركينا في الليلة الكويتية هذه تكريما وفرحة بشفاء فنان الكبير الأستاذ عوض دوخي، ومدري بنسألك أيضا عن فرقتك، شقدمتي الفن الكويتي من بداية الفرقة، مشاركتك أيضا لتطوير الأغنية الكويتية، ومشاركتك في قطاعات كثيرة الحقيقة. الفنانة عودة المهنة من معالم الفن والطرب في الكويت اللي ما حد ينكره والكل يعتز فيه. مشكور. شوف أما التطوير أنا ما عندي تطوير. إيه. أنا نيودة الأول. نعم. والأصول وماشي. هذا هو قضبته أنا. جميل. عاد الأولاء. نعم. يعني تطوير ما عندي. هاي فني سامري ما سامري حق العرايس. بس تطوير ما أنا مطوره. أيود أصلي الأولي. جميل. وحق الأهالي هذا أنا يعني. وفرحتي في عوض دوخي يوم الله رجعها على بلاده. الحمد لله. ويعز إن شاء الله حكامنا ورايت نحن حضرها. وشعب الكويت جميل. ولا تطوير ما تطوير يا أمك. لا. احنا أوادم كبار. كبارنا. على أي حال الشيء القديم والتراث الأصيل هو الباقي، يعني كالذهب الأصيل اللي ما يتغير. ويمكن من ملامح سهرتنا الكويتية الليلة قصدنا أن احنا نجسد فن الكويتي القديم بأشكاله المختلفة، بحيث أن نعيش ذكرى الماضي ونشوة الماضي، ولا حاضر إلا بماضي أصيل، والله يديم علينا أصالة الماضي بالخلق وبالفن وبالأصالة وبالفكر. إذا تحبين تبتدين سهرتنا الكويتية وتتفضلين. سلامت من قاعد. الله يسلمك. شكرا. إن شاء الله على أمرك. هذا ولد عزيز بعد. شو بتقدمين لنا يا طال عمرك؟ بقدم لكم خماري. عظيم. فن الأصيل. عظيم. اللي حنا عشنا عليه. ومن بعدين البنات عاد على كيفهم.
عظيم، يعطيك العافية، شيء عظيم، لا شيء عظيم، شيء عظيم أطربتين، ها؟ لا شيء جميل جدا. نلتقي الحين ويا فرقة الفنطاس، وفرقة الفنطاس طبعا لا تعرف، معروفة في الكويت في تجسيدها ومحافظتها على تراثنا الشعبي في شيئين رئيسيين اللي هو السامري والعرضة. والحقيقة في سهرتنا الكويتية الليلة وتجسيدا فعلا لأصالة الأغنية الكويتية وفن الكويت الأصيل، أبت فرقة الفنطاس إلا أن تشارك في هذا الاحتفال. يسعدنا أن نلتقي مع العم فرج مجبل الفرج رئيس فرقة الفنطاس. نحييك ونرحب فيك، ونحب الحقيقة نسألك قبل لا تبتدون تقديم فقراتكم أنك تعطي المشاهدين فكرة عن فرقة الفنطاس، بدايتها، نشاطها، ايش قدمت؟ والله طال عمرك فرقة الفنطاس طبعا قديمة ذي، نعم، كلها 150-200 سنة من أب وجد، نعم، الفنطاس. ونشاطها طبعا في السامري والعرضة والريسي وفي هالنوع هذا فيه. نعم. بالنسبة لنشاطاتكم، يعني العروض اللي يسوونها الآن، النشاطات هي لها وقت محدد كل أسبوع ولا وقت موسمي؟ طبعا هذا بالإضافة إلى المناسبات الوطنية والأعياد معروفة، بس دون ذلك يعني؟ والله كان بالأول طال عمرك، أي. أما بالتالي إن نمارسها في المناسبة، أي. مناسبة الأعياد، زواج والزواج، نعم، والأعياد الوطنية، نعم، والمناسبات. فعلا حبيت أسألك سؤال. نعم. لما كان يحكي الأخ يوسف مساء عن الأغنية الكويتية وتطوير الأغنية الكويتية، نظرتكم أنتوا كناس مجسدين ومحافظين على هذا التراث، نعم، من فن في الكويت، شنو شعورك، شعور الأخوان تجاه الأغنية الكويتية، التطوير اللي جد عليها، بالطريقة اللي تلحن فيها الآن، الكلمات اللي تستخدم الآن لهذه الأغنية، الأداء اللي يكون لهذه الأغنية؟ والله حنا كله خصوصا فرقة الفنطاس كله في القديم، ما في تطوير يعني، بالتالي لا شك معروف، كله حنا نستحب حق الأصيل القديم، لا شك، وحق العادات القديمة إلى حد الآن، أزيد تمسيكنا في القديم، في السامري نستانس من الشيلات القديمة، في العرضة كذلك، ما في يعني تطوير. لا إيه. رأيك. قاعد أقول أنا رأيك في التطوير اللي حدث على الأغنية الكويتية. أنا عارف أنكم مجسدين القديم والأصيل الحقيقة. ها لك انطباع. ها. لا بس في. ها. لا بس في. إيه. لا زين. ممتاز. ممتاز. على أي حال لا نطول في الحديث، خلونا نبتدي مشاركتنا في الاحتفال بشفاء وعودة فناننا الكبير الأخ عوض، وتقديم ما ترونه مناسب من فقراتكم. اللهم إذا كان عندك شيء بتقوله قبل لا تبتدون. والله ما نقول إلا هل بنبدي فيها الحين؟ احنا حاضرين. تفضلوا. نبي الحين نبتدي. ايه لا بيقول شيء يمكن يعيد وفاني غزالا عندكم مدلول. ايه و... يلا وانا طالبك يا روافي. ايه يا ناس دلوني درب السنة وينها. عظيم. حلو. حلوين. تفضل طبعا. يلا تفضل. يلا ما يصير
Yeah.
يلا تفضلوا على اول اي اي تفضلوا ارتاحوا شوي شوي عظيم عظيم الحمد لله على سلامتك يوه. الحمد لله على سلامتك لا 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 Yeah.
مشكورين مشكورين. محمود Yeah.
تفضلوا تفضلوا. والآن سيداتي وسادتي حان موعد لقائنا مع فناننا الكبير الأستاذ محمود الكويتي. وفناننا محمود الكويتي طبعا من زمان ما شاهدناه على الشاشة، وإحنا سعداء جدا أنك أنت الآن ترجع وتشاركنا الليلة في هذه الليلة الكويتية من فن الشعبي. ممكن سولف وياك شوي؟ عظيم عظيم. Thank you.
Thank you.
حياك الله. Thank you.
واحد يمي خله يطير ساريا له الليل ما يصبح معاه Thank you.